ومشاهدينا حتى نتحدث اكثر بخصوص الموضوع نورنا بالاستديو الخبير الاقتصادي الاستاذ ادريس رمضان حتى نسولف وياه اكثر بخصوص هالموضوع. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك استاذ ادريس، نورتنا، اهلا بك بصباح دجله. صباح الخير لكم مشاهدي دجله. شكرا لك استاذ ادريس. احنا متعودين يمكن العراقيين ما يحبون السيارات الامريكيه، شنو اللي صار ب 2023 انفقوا كل هذه الاموال على هذه السيارات، شنو اللي تغير؟ هو اذا تجي مثلا تشوف سوق السيارات شانه شان سوق السلع والخدمات الاخرى، مثلا المنفق على السياره والذي قد يشتري السياره سواء كان اي شخص محب للسياره فسوف يقوم بانفاق مثلا مبلغ اقل للحصول على سياره جيده ذات متانه ومثلا ذات امل بعيد او ادوات الاحتياطيه متوفره. ولذلك لجا معظم العراقيين وبالاخص في عام 2003 الى انفاق مبالغ هائله للحصول على السيارات الامريكيه. بالرغم من ان هناك سيارات بديله سواء كان يابانيه او صينيه او العديد من السيارات الموجوده في السوق العراقي، فلماذا المستهلك العراقي يفضل السيارات الامريكيه؟ هل ان السيارات الامريكيه قد يلبي البيئه العراقيه؟ أو أن مثلا المتانة مقارنة بمتانة السيارات اليابانية والسيارات الأخرى هي أكثر متانة، أو أن الأدوات الاحتياطية موجودة وفروع هذه الشركات قد موجودة في أغلب المحافظات العراقية بما فيها مثلا بغداد، أربيل وسليمانية وكل ما يتعلق بهذا الأمر، فلذلك يستطيع المستهلك في حالة أي عطل الحصول على الأدوات الاحتياطية لهذه السيارة، لذلك يفضل السيارات الأمريكية مقارنة بالسيارات الأخرى. وحسب اعتقادي ضخامة السيارة الأمريكية قد يؤدي الى ان هذا الشخص يعتبر نفسه ضخما في حاله الحصول على السيارات الامريكيه. وهم تكون مريحه للعوائل، هم تكون يعني حجمها كبير. اكثر استراحه للعوائل وكذلك للاشخاص، واكثر استراحه حتى في القياده وكذلك في الطريق او سلك المسافات الطويله، لان نعم صحيح. الحمد لله شوارعنا ما شاء الله ما شاء الله، فلذلك يفضل هذا النوع من السيارات. نعم سيد ادريس، حابين نعرف هاي القيمه الشرائيه العاليه الى اي حد تاثر على الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ مثل ما تفضلتوا قبل قليل، الانفاق العام بالنسبه لاي مستهلك عراقي على السيارات الامريكيه انفاق هائل وكذلك ضخم. فهذا دليل على ان اغلب المبالغ العراقيه قد يذهب إلى الدول الأخرى للحصول على السيارات وكذلك السلع الكمالية والرفاهية بما فيها السيارة التي يعتبر من أولويات الرفاهية والحياة الرفاهية بالنسبة للمستهلك العراقي. كيف نستطيع أن نقوم بتقليل هذا الإنفاق؟ حسب اعتقادي العراقي يستطيع أن يقوم عقد مثلا مع هذه الشركات ويقوموا بجلب هذه الشركات الى العراق حتى يقومون بصنع هذا النوع من السيارات. لماذا؟ لان اغلب السيارات مثلا قد تجمع في هذا البلد، واغلب السيارات هي سيارات يابانيه وصينيه، قد يقوم تجميعها في امريكا وكذلك كندا واستراليا ويبيعها باسم هذه الدوله. فلذلك يستطيع العراق من خلال الحكومه ومن خلال الوزارات المعنيه ان يقوم بجلب هذه الشركات وكذلك انشاء الشركات وفروعها في العراق، حتى لا يستطيع مثلا المستهلك العراقي ان يقوم بصرف المبالغ الهائله. انا كل مره مثلا اقول المستهلك العراقي والشخص العراقي لديه ذوق وسلقه او يقوم بالتقليد باسرع وقت ممكن. فهذا الانفاق الهائل هو دليل على ان هناك تقليد هائل ما بين المستهلكين العراقيين سواء كان مثلا رجال او نساء او كل ما يتعلق بهذا الامر، فلذلك هذا دليل على زياده الانفاق على السيارات وكذلك جلب مبالغ هائله الى الدول الاخرى في سبيل الحصول على هذا النوع من السيارات. نعم، طيب استاذ ادريس، اليوم همنا نشوف انه اسعار السيارات الامريكيه هي مو رخيصه ابدا، يعني بعض السيارات توصل قيمتها لسعر بيت او شقه مثلا موجوده هنا داخل العراق، هل تشوف قدره العراقيين يقدرون يشترون هذه النوعيه من السيارات لو هي فقط لفئه معينه من الناس؟ هو لفئه معينه كما تفضلت مثلا قبل قليل بان هناك عادات وتقاليد موجوده داخل المجتمع العراقي. نحن لا نعيش لنفسنا وإنما نعيش لغيرنا، ولذلك نلجأ إلى أن نبرز مظاهر عالية سواء من خلال السيارات ومن خلال البذخ والترفيه، ولا نمتلك مثلا أي مواصفات في تثبيت شخصيتنا كشخص، وإنما من خلال المظهر الخارجي ومن خلال السيارات قد ننبئ للأشخاص الآخرين بأننا موجودين في هذا الحياة. فلذلك هذا كل هذه الأمور قد أدى بالمستهلكين إلى أن يقوموا بمثلا
بذخ وكذلك صرف نعم. مبالغ هائله نعم. للحصول على هذا النوع من السيارات. صحيح. نعم. سيد ادريس ايضا حابه اعرف يعني انت حضرتك شفت قبل 6 سنوات شلون كانت القيمه الشرائيه لهي السيارات الامريكيه وبين هسه، احنا نريد نعرف هل الامريكيين اقنعونا بهذا الشيء؟ لو احنا بدنا نروح ندور على هاي السيارات الامريكيه، انت مثل ما قلت انه تقليد، بس شنو هي اللي لها دور؟ هل الاعلانات؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو الشيء اللي خلانا احنا نلتجئ لهذا الشيء ويصير القدرة الشرائية للسيارات الأمريكية هي الأعلى؟ الطلب الزائد من قبل المستهلك، وكذلك مثلا هناك سيارات قد يستطيع المستهلك الحصول عليه بمبالغ قليلة مقارنة بالسيارات اليابانية والسيارات الأخرى، فلذلك يلجأ المستهلك العراقي إلى هذا النوع، وكذلك الإعلانات من قبل التجار ومن قبل مثلا أصحاب الشركات في سبيل الحصول على هذه السيارات بمواصفات كذا وكذا. كل هذه الأمور قد أدى إلى أن يزداد الطلب على السيارات الأمريكية سنة أخرى. نعم. وكذلك ذهاب التجار إلى دبي من خلال اتصالاتهم وكذلك عقودهم مع شركات عالمية في سبيل الحصول على هذا النوع من السيارات. نحن لا نتجه إلى السيارات مثلا الفخمة ذات الأسعار العالية، وإنما هناك سيارات أمريكية هائلة لديها أسعار قليلة يستطيع أي فئة داخل المجتمع العراقي الحصول عليه، فلذلك يطلب هذا النوع من السيارة، لأنه كما تكلمنا مثلا متانته أكثر من متانة السيارات اليابانية، ولا يستطيع أن يقوم مثلا باقتراض مبالغ هائلة في سبيل الحصول على السيارات اليابانية، فيلجأ إلى الحصول على السيارات الأمريكية. نعم. طيب أستاذ أدريس، بما أن حضرتك قبل شوية ذكرت أنه صارت المظاهر والتباهي بالسيارات هي الغرض الأول، الشخص قام يشتري هذه السيارات فقط للتباهي، شفت مثلا حالات قدامك أنه أشخاص هم ما عندهم القدرة المادية على شراء سيارة معينة، سيارة أمريكية سعرها غالي، ولكن مثلا أخذوا قرض أو أخذوا دين حتى فقط أنه هم يريدون يبرزون نفسهم من خلال السيارة؟ أغلب الحالات موجودة، وأنا بنفسي مثلا شوفت معظم هذه الحالات، مثلا أشخاص ليس لديهم بيت أو سكن إيجار ويقوم بالاقتراض بمبلغ هائل حتى يحصل على سيارة عالية، ولا يستطيع خلال مرور فترة زمنية لا يستطيع الحصول أن يسد بهذا الاقتراض، فلذلك يلجأ إلى وسائل عديدة، معظم من لجأ إلى القتل، معظم من لجأ إلى السفر إلى الخارج للابتعاد عن هذه القروض التي قد تراكمت عليها لعدم استطاعتي. لماذا؟ لأنه بالبداية أدباها بهذا النوع من السيارات وأصبح يلبي نفسه بأنه يمتلك هذه السيارة، هذا دليل على أن شخصية هذا الشخص منبأ من خلال السيارة الذي قد لديه، وهذا معظم الأشخاص، ولا مثلا أعمم على كل المجتمع، لأن هناك أشخاص مثلا لديهم مبالغ هائلة ولا يستطيعون الالتجاء إلى هذا النوع من السيارة، ولديه سيارة مثلا عادية بأسعار قليلة. نعم، شكرا لك سيد إدريس، استفادينا كلش من المعلومات اللي انطيتنا إياها، وشكرا لك على وجودك. شكرا لك، نورتنا.